السلام عليكم. اليوم جبت لكم ان جاتو وهو ان تارت او بون، تارت التفاح. نبداو في المقادير. اولا العجينه 250 غرام فرينه، النص تاعها 125 غرام زبده، زوج مغارف كبار سكر، شويه تاع لافاني، وتتلم حبة بيض، وطبيعة الحال شوية ملح. هذه للعجينة. أما لا كريم باتيسيير، نحتاج نص لتر الحليب، ربع مغارف كبار سكر، زوج مغارف ونص تاع مايزينا، صفا تاع حبة بيضة، ونحتاج شوية فاني، وفي الأخير نوزيو لها 20 غرام تاع الزبدة. أما التفاح، نشدو التفاح كما راكم تشاهدو، نشدو نشلوه، نغسلوه، نمسحوه مليح، نمسحوه، ومادا بيكم تقطعوه رقيق كما راكم تشاهدو، دي غوندال، ها دي غوندال رقيق. اذا ما عندكمش لاغاب، هي من احسن توسيوها بلاغاب. اذا ما عندكمش، شدوا لوحه وبالمستعمنشر وسيو قطعوهم رقيق. هذا الوصفه لازم تحب التفاح يجي رقيق، والتفاح باش نواسيوه يطيب لازم له 3 مغارف التفاح. انا واسي ثلاثه كبار، ولا كان عندكم، انا هاد التفاحه كما راكم تشوفوا فيها واسي ثلاثه. اذا كان عندكم تفاح صغير، نتوما على حسب السنيوه تاعكم، واسي ربعه خمسه، معليش ما يهمش التفاح كبير ولا صغير. وفي الكاسرونه واسي كاس ماء وزوج مغارف تاع السكر باش نطيبوا التفاح، وفي الاخر نكوه بشويه فاني. نبداو نواسيو التفاح باش نخليوه يبرد. كاسرونه تاعكم واسيو كاس ماء والسكر اللي قلتها لكم، زوج مغارف كبار سكر. نخليوهم يغليو، لا يغلي لنا هذاك الماء. نبداو نرميو لي غوندير تاع التفاح تاعنا، والتفاح بطبيعه الحال تعرفوا يكحل، الوغ كي تقطعوه عصروا عليه جو تاع قرص. دارا كي تشوفوا الماء يغلي، نرمي التفاح تاعي، لازم له يطرى لخاطر كي تواسيو هكذا يتقطع لكم. بعد ما راكم تشوفوا التفاح تاعنا طاب غير واحد شويه، غير قسمه تشوفوا نطلق، ها راكم تشوفوا فيه والجو تاعو، ها تاع لي طافي التفاح ما ترميوهش، وسيوه في حاجة وحطوه بجه. في العجينة نحتاج، قلنا 250 غرام تاع الفرينة. نوري لكم سنيوة اللي نواسي بها لا تارت. انا عندي هذه نعبر فيها 250. نبدأ في العجينة، نواسي هذيك شوية الملح، نرميو عليها هذيك النص تاعها تاع الفرينة، نص تاعها تاع زبدة. دايما باش لاطارت تنجح لكم هاد الوصفة ما تبدلوهاش. سكر اللي قلت لكم وجمعها الكبار هكذا، نبداو نبسطو العجين. مادا بيكم هكذا تقطعو هاديك الزبدة هكذا. هذه حبابي نمو بها العجينة، نواسي شوية طلباني الآخرين نخليوها على الخلطة تسيح. هات
تعجنوهاش. هذا بيكم لمو. وما خليت والو في البول. وواسيو هاد المرحلة، قعدو ديو جيبو هكذا، ولازم لها ترتاح ساعة. ها نواسيها وغطيوها بطبيعة الحال باش ما تنشفلكمش. هذا بيكم في البرد، ما عندكم حاجة اللي خليتوها في الكوزينة، بصح لا كنتو في زمان الصيف لا خلوها في الثلاجة في الكاسرونة تاعنا. نواسيو هذيك نصريت لها تاع الحليب هكذا. نواسيو الصفار تاع حبه بيضه، الصفار حبه بيضه. نواسيو لها راني معبرتهم تاع لا كريم باتيسيير، زوج مغارف ونص تاع لا بيزينا كبار. سكر كل واحد والذوق تاعو. انا في نص ريتلا نرمي ربع مغارف كبار، وهذا يقعد اختياركم، تحبوا تزيدوا مغرفه. انا ندير هذا ربع مغارف كبار تاع السكر، والحلاوه تقعد ليكم هكذا. زيدي واسي هذيك شويه لافاني. هذاك الكاس اللي قلت لكم اللي طيبت فيه التفاح، الخليط تاع المايزينا تاع بون. حركوا مليح، وكي ترميو هذاك الحليب ما لازمش تحبسوا من الخلط، لازم تقعدوا تحركوا لخاطر باش البيض تاعكم ما يطيب لكمش. صافا تاع حبه بيضه هكذا. ورميو هذاك الليكيد تاعكم، انا متوسطه، وقعدوا تحركوا. في هذيك الوقت نرميو لها الزبدة حوالي مغرفة كبيرة، هي 20 غرام هكذا. لازم الذوب. فرغتها في طبسي وغطيتها، لازم تغطيوها باش الوجه تاعها ما ينوض بالشافاي تاعكم. تبوطيو بالفرينة وحلوها، ما تخليوها خشينة، ما تخليوها رقيقه رقيقه. ولازم السنيوه تاعكم تدهنوها بالزبده، هذه لازم تدوها بالعقل، وتاكدوا اللي تحتها لازم تواسيو فرينه باش ما تلصق لكمش العجنه. واسيوها فوق السنيوه تاعكم. وكي تواسيو العجنه تحبطوها، ماشي كي تشوفوها البوغ تمتم تقطعوها، لا لا هكذا واسيو هكذا، وسيو حبطو هكذا. وفي لي بوغ ما تخليهمش خشان هكذا هكذا، نسيوهم هكذا هكذا حتى تتاكدوا اللي راهم مليح رقاق. لازم تذقبوها بواسطة الفرشاة هكذا غير هكذا هكذا باش ما تتقنفلالكمش هكذا هكذا. شوف كي شويتها، ارميو اللوبيا تاعكم جربوها هكذا. الفوخت تاعكم يكون شاعل على 180 درجة، خليوه يدخل لكم شوية. أو بس ما طابت لي لايك تاعكم تشوفوا فيها واحد 6 دقايق، نحيت لهذاك البابي اللي وزيتو بابي كويسون، نحيته وخليتها تحمى هكذا. ودوك نوريلكم واش واسيت بهذاك التفاح، واسيتهم وريضات راكم تشوفوا فيهم. انا خليت وحده نوريها لكم، شوفوا بعد ما نتلقوا هكذا تنجموا تواسيو وحده على نص. اللي كانت لكم وحده مدوره اقسموها على نص، زيدوا هكذا حاجه سهله، زيدوا هكذا وزيدوا هكذا كما راكم تشوفوا. لويوهم هكذا
غير بالعقل، غير بالعقل سيسوها هكذا هكذا غير بالعقل هكذا ها تولي لكم وردة ها بدا نزين عملوا معاه التفاح غير بالعقل والسكر هذا المعروف اذا كان عندكم معليش وسيوة ولا ما كانش عندكم معليش وسيوة البيض هكذا وسيوة غير هكذا تخلوها الفرن غير شوية يذوب هذا السكر وتشد روحها وشوية يحمر التفاح خرجوها قطت لا طاط راهي لا طاط راهي طيبه فيها طابت لي شتوني استفت التفاح تاعي وسيت هذاك السكر ودخلته غير قسمه داب لي هذاك السكر نحيتها راكم تشوفوا فيها طابت لي شابه وبعد ما وسمو وسيو لها كي تبرد شويه ماشي في الاول كي تبرد شويه سخنوا شويه لا جولي تاعكم وسيوهم توتو على التفاح تاعكم لا طاط لازم تنسكل بارده وغدوة إن شاء الله فيديو آخر والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.